drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. قد تستفزهم تصريحاته وقد تزعجهم سياساته، لكن بالنسبة للأمريكيين من أصل لاتيني فإن ترامب ليس بذلك السوء. في استطلاع لهارت ريسيرش أسوسييتس سبتمبر الماضي، قال نحو ثلثي المشاركين من اللاتينيين إنهم لا يتفقون مع سياسات ترامب، إلا أن تدني شعبية الرئيس الأمريكي لن يترجم بالضرورة لتصويت اللاتينيين لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية. فوفقاً لاستطلاعات الرأي، لا أفضلية للحزب الديمقراطي على الجمهوري إلا بهامش محدود، لكن أيهما سيتمكن من تعبئة هذه الفئة للتصويت لصالحه؟ إذ رغم أعدادهم الكبيرة، عادة يقبل اللاتينيون على الانتخاب بنسبة أقل بكثير من الأمريكيين من أصل أفريقي والأسيويين والأعراق الأخرى. أريد استمرارية نمو الوظائف في البلاد وأن يتمكن السكان من شراء منازلهم الخاصة ويحققوا الحلم الأمريكي. في عام 2016 شكل الأمريكيون من أصل لاتيني 55 مليون ناخب بنسبة 17% من مجموع الناخبين، وتعتبر كاليفورنيا الولاية الأكبر من ناحية تعداد اللاتينيين فيها، حيث يسكنها 15 مليونا، تليها تكساس وفلوريدا. من المهم أن ننتخب، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، وباعتباري من أصل لاتيني أعلم كم عانى أبناء شعبي للقدوم هنا وكم حاربت النساء للحصول على فرصة للتصويت. سأنتخب لأن الشباب من جيلي لا ينتخبون بالقدر الكافي، بعكس كبار السن، مما يجعل السياسات لصالحهم. ويراهن الجمهوريون على ورقة تحسن الاقتصاد خلال فترة ولاية ترامب في دفع اللاتينيين للتصويت، خاصة أولئك الذين يتشاركون القيم نفسها مع الحزب المحافظ، بينما يراهن الديمقراطيون على تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي التي أثرت حفيظة اللاتينيين خلال العامين المنصرمين. إلا أن الخبراء يرون أن سوء قراءة اهتمامات اللاتينيين سيضع الديمقراطيين في ورطة، فليست الهجرة وحدها أو القضايا المتعلقة بها هي شغلهم الشاغل، بل إن ملفات مثل الوظائف وتحسين الاقتصاد والتأمين الصحي تلقى اهتماماً أكبر على أجندتهم. تنافس شديد بين المرشحين لدفع فئة اعتادت التصويت بنسب متدنية نحو الصناديق الاقتراع، مهمة ليست سهلة وسط تركيز حزب على استغلال غضب الأقلية الكبرى في البلاد من دون تقديم برنامج انتخابي يدعم مطالبها، وتضييق حزب آخر على مهاجري هذه الفئة، لكن مع انخفاض نسب البطالة ونمو الاقتصاد. ميسون خالد، سكاي نيوز عربية، من مدينة لوس أنجلوس، ولاية كاليفورنيا.